أركان الصلاة. 拜功的要素. 14. 14个要素. الأول القيام، لابد أن يقوم في صلاة الفريضة، يصلي قائم. 首先第一条就叫站立，必须要站立礼拜。إلا إذا كان مريض لا يستطيع القيام يصلي جالسا. 如果没有能力站立的，比如病人，他可以坐着立。أما النافلة يصح أن يصلي جالسا لكن يأخذ نصف أجر القائم. 至于礼副公拜可以坐着立，但是他的回赐只有站立礼的一半。يصح أن يصلي النافلة وهو نائم، هذه القبلة على شق الأيمن يصح أن يصلي، لكن يأخذ نصف أجر القاعد. وربع أجر القائم. 至于副公拜也可以躺着礼，但是他的回赐只有站着礼的四分之一，坐着礼的二分之一。他要压右肩，脸朝向卡尔拜礼拜。وتكبيرة الإحرام يعني قول الله أكبر. دخول في الصلاة. 进入礼拜的阿拉伯拜，赞阿拉之大。ولا بد من قراءة الفاتحة. 必须要念法帖。في كل ركعة. في كل ركعة. 每一拜都要念开端章。في الصلاة السرية والجهرية لا بد من قراءة الفاتحة. 无论是这个念出声的拜功，还是念出声音的不念出声音的拜功，还是念出声音的拜功，都必须要念开端章法帖。والركوع. 以及鞠躬也是要素。والرفع من الركوع. 从鞠躬之后站起站立也是要素。السجود على الأعضاء السبعة. 以七块骨头叩头是要素。سجدتين، السجدة الأولى والسجدة الثانية. 两拜，第一叩头以及第二叩头，不是两拜，两个叩头，第一叩头和第二叩头。والرفع من السجود. 从叩头又起身。والجلسة بين السجدتين. 两叩头之间要坐好坐正。لابد أن يطمئن في صلاته، يعني لا يصلي ينقر الصلاة بسرعة. 拜功当中要安定，不允许快速的礼拜或者有其他的小动作。ولابد أن يرتب بين الأركان، يرتب يصلي على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. 拜功的各项都应当按照顺序来礼。قراءة التشهد الأخير التحيات لله. 在末座当中的这个座证词。والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلاة إبراهيمية. 祝福先知的祷词。والجلوس له لابد يقرأ التشهد وهو جالس. 在默坐当中必须要坐好。والتسليمتان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. 以及出拜的道平安。نعم.